بتاعك لحظة لان لازم العب الكاميرا معايا كابتن وائل جمعه مدير الكرة بالنادي الاهلي. ده مبروك بعد التحية والتهنئة والسلام، الف مبروك يا كابتن وائل فاضل على الحلو ده. الله يبارك فيك يا كابتن احمد، ربنا يخليك، وسلم على حضرتك وسلم على الكباتن مع حضرتك، ربنا يخليك. استاذ حسن من السكاوي وكابتن ايمن يونس بيهدوك القبلات والتحيات والسلامات وبيقول لك هانت يا وائل ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، بسم الله. اللعيبه رجاله زي ما هم معودين دايما يا كابتن، انت عارف متفقين ومتعهدين كلهم على البطوله دي من اول يوم. للراجل اخوان كارلوس جاريدو من البطوله دي ان شاء الله يبقى احنا اول فرقه تدخلها مصر باذن الله. زي ما حضرتك شايف اللعيبه بتقاتل، ال 14 لعيب اللي معانا اللي احنا نملكهم يعني هم بصراحه بيأدوا اللي عليهم. وائل يعني قول لي اصعب لحظات اللقاء بالنسبه لنا النهارده كانت ايه؟ يعني اعتقد الشوط الاولاني كان الجو حر جدا يا كابتن، الرطوبه عاليه جدا في المنطقه دي. مجمل الشوط الاولاني كان صعب، انما الحمد لله اللعيبه كانت محضره كويس المباراه ومركزه. نقطه بدايه الشوط الاولاني كان في تركيز عالي جدا، وصلنا للجول مرتين ثلاثه ووليد كريمان ده انفراد، انما الحمد لله في النهايه المهم كان هو الفوز بالمباراه النهارده. انت عارف مباراه الذهاب وبره ملعبك، الحاجات دي كلها كانت مهمه جدا النهارده الحمد لله. انا كابتن شريف اكرام الشوط الاول كان متالق بشكل لافت للنظر، اعتقد انه ادى امان واطمئنان للفريق يا كابتن وائل. والله يا شريف الحمد لله كابتن، بقاله فتره انت حضرتك شايف عنصر من عناصر التفوق بتاعتنا، وفي الاخر لعيب من 11 بتوع النادي، ولازم النادي الاهلي يبقى عنده حارس كويس. شريف الحمد لله عنده ثقه في نفسه كبيره جدا، وعنده نضوج دلوقتي في الملعب الحمد لله، يعني قادر ان هو يعني يبقى عنصر من عناصر الحمد لله، ودي حاجه دايما احنا الحمد لله مميزين بيها. جاريدو قال ايه للاعيبه بعد المباراه يا كابتن؟ والله الراجل طبعا ما اتكلمش كتير، بس كان مبسوط طبعا بالفوز. في حاجات طبعا ما كانش مبسوط عنها يا راجل عنها في المباراه. يعني الراجل الو كابتن وائل، كابتن وائل جمعه. طيب نحاول نجيب الكابتن وائل تاني، معلش ارجع تاني الكاميرا للكابتن عماد متعب يا عمده. كابتن وائل ازيك يا كابتن؟ الحمد لله على السلامه، نورت الملعب. الله يسلمك، ربنا يخليك يا كابتن. الماتش الجاي مستنيين جون باذن الله. الو يا عماد سامعني؟ الصوت ده يا كابتن معلش. انا طب قول انت، يعني انا كنت اسالك على المباراه وصعوبتها ونزولك واللي طلبوا منك جريده كان ايه يا عماد؟ لا المباراه زي ما حضرتك مباراه صعبه جدا، احنا بنلعب ضد النهائي مع فريق محترم في الوقت الثمانية، فريق محترم، الجو صعب جدا. صحيح جدا يا كابتن، يعني يعني احنا ما بنقولش اي اعذار ولا مباريات، الحمد لله احنا فوزنا النهارده، لكن الجو كان صعب جدا. فانا بشكر اللعيبه كلها كانت رجاله في الملعب النهارده. الفوز كان مهم، لكن نعرف احنا عندنا مباراه مهمه ثانيه في ماتش ان شاء الله يوم 28 لازم نركز فيها، واحنا كده خلصنا الشوط الاولاني، ناقص الشوط الثاني ان شاء الله بحيث ان احنا ان شاء الله نوصل للمباراه النهائيه. اللي طلبوا مني انا النهارده ان انا اركز، نحاول نحافظ على الكوره بقدر الامكان، ونعطي اي فرصه ان احنا نسجل اهداف ثانيه نسجل عشان نحافظ على المكسب بتاعنا والتقدم بتاعنا. انا واقف على الخط كان واقف في جاريدو. يعني هل خرج جاريدو راضي عن الاداء ولا راضي عن النتيجه بس يا عماد؟ لا الحمد لله حضرتك عارف ده مباراه افريقيه، يعني يعني بيبقى الاداء لحد ما صحيح مركزين فيه قد ما بيكون الروح والعظيمه بتاعت اللعيبه، والنتيجه بتبقى الاهم، لان الاجواء بتاعت الملعب نفسها بتبقى صعبه جدا يا كابتن، سواء ارضيه الملعب او سواء الجو، درجه الحراره والرطوبه عاليه جدا جدا، لكن الفرقه الحمد لله عدت. انا شايف النهارده ان احنا قدرنا بشكل كويس، كان في اكثر من فرصه وربنا كرمنا بالمكسب، وده كان الاهم. يعني اللعيبه اجتمعوا بعد المباراه وتعهدوا على الوصول للمباراه النهائيه ان شاء الله يا عماد؟ ان شاء الله ربنا يكرمنا، احنا يعني احنا متفقين على ده ومركزين على ده ان شاء الله من قبل المباراه، ويمكن بعد المباراه اتكلمنا ان احنا خلصنا الشوط الاولاني زي ما حضرتك خلصت الشوط الثاني ان شاء الله في مصر، وان شاء الله ان شاء الله نحافظ على المكسب بتاعنا ونوصل بره النهائي ان شاء الله. صديقك الصدوق شريف اكرامي بتعتقد انه كان ليه دور كبير في النتيجه دي؟ اكيد طبعا، يمكن شريف بسم الله ما شاء الله عليه ربنا يحميه الفتره اللي فاتت، هو له دور كبير جدا مع الفريق، سواء
في مباراه سوبر امام الزمالك، يمكن هو سبب من الاسباب بعد ربنا سبحانه وتعالى في المكسب، ويمكن النهارده عامل مباراه كبيره جدا، وده ان شاء الله يعني تكمله لمستواه الجيد والاصرار وتركيزه في الملعب، وان شاء الله الفتره اللي جايه الشريف هيبقى احسن واحسن واحسن بكتير جدا ان شاء الله. ممكن نشوف عماد متعب اساسي في مباراه العوده باذن الله بعد نزولك وقت مش بطال النهارده؟ لا يا ابني دي حاجه مش بتاعتك، كيف حضرتك طلبة مرة بشكل كويس وبلفظ اللي مطلوب مني، وحضرتك عارف ان موضوع اللعب من عدم حاجه مش بتاعت لعيب في الجهاز الفني، لكن الحمد لله انا فنيا وبدنيا يعني جاهز نفسيا جاهز ان انا اكون موجود في الملعب، وطلب مني ان انا اكون موجود العب 90 دقيقه العب 90 دقيقه، وطلب مني ان انا العب فوق العب فوق، دي حاجه زي ما حضرتك عارف يا كابتن يعني مش بتاعتي ما ينفعش اتكلم فيها وما ينفعش اتدخل فيها، لكن بدوري ان انا كلاعب يعني تعالي بقالي سنين كتيره في النادي الاهلي متعود ان انا اكون في وضع معين، شيء طبيعي لما الوضع بيختلف نعم لعيب شويه متضايق، لكن ان شاء الله ان شاء الله يعني بالتمرين والماتشات اكون موجود وارجع لمكاني ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن عماد، اذهب مره اخرى كابتن وائل جمعه مدير الكوره في النادي الاهلي، ويبدو ان شاء الله انها هيكون وشه خير في بطولات كتيره للنادي الاهلي. كابتن وائل، ماذا يعني قال جريده اللاعبين عقب اللقاء؟ والله الراجل ما اتكلمش مع حد لسه، هنقعد طبعا مع بعض يا كابتن انت عارف مستعجلين طبعا عشان انما الراجل في مجمل مبسوط طبعا مبسوط جدا من التنظيم بتاع اللعيبه في الملعب، وده اللي هو بيشتغل عليه الفتره دي لانه عايز يحفظ اللعيبه حاجات معينه. ولو تلاحظ حتى في تحسن الحمد لله في الاداء الجماعي بتاع الفريق يا كابتن، وده اللي بيشتغل عليه اللي هو الفتره اللي فاتت، وده اكثر حاجه كانت واسطه من اللعيبه يعني. في حاجات صغيره طبعا لسه انت عارف في ناس ما عندهاش الخبره الكافيه في الملعب، بنبني فريق جديد يا كابتن من تحت، يعني بيحصل اخطاء بسيطه، هو الراجل بيحاول ان هو يتلافى الاخطاء دي كلها الفتره اللي جايه، انما هو في المجمل الراجل مبسوط جدا الحمد لله من الروح بتاع اللعيبه وطبعا في الملعب. هل زي ما البعض قال حصلت مشاده بين حسام غالي وتريزيجيه وانه الراجل دخل اتخانق مع الاثنين، ولا الكلام ده ما حصلش، ولا كله كلام تعليمات عاديه في الملعب يعني؟ لا خالص. الموقف اللي حصل بالظبط ان حسام كان مبسوط من اداء تريزيجيه في الملعب، والله يا كابتن ده اللي حصل فعلا كان مبسوط من اداء تريزيجيه والراجل في كوره اتقطعت من تريزيجيه قبل نهايه المباراه مباشره، فالراجل بيزعق لتريزيجيه ومش عاجبه يعني، الراجل يقعد بيقرص عليه عشان يهتم اكتر بالكوره وكده بس، فحسام يعني ايه خد على نفسه شويه يعني حسام كان مبسوط من اداء تريزيجيه، وجريده برضه مبسوط من اداء تريزيجيه؟ نعم جريده وحسام كانوا مبسوطين من اداء تريزيجيه في الملعب؟ مبسوطين؟ بتقول كانوا مبسوطين من اداء تريزيجيه؟ معلش يا كابتن الصوت مش سامع. طيب خليني اسالك عن المباراه الثانيه اللي انت يعني المباراه الثانيه ميعادها امتى ان شاء الله يا كابتن وائل؟ المباراه ان شاء الله الثانيه يوم 28 يا كابتن. يوم 28 تحدد مكانها استاد القاهره ولا فين؟ لا لسه احنا طالبين استاد القاهره والدفاع الجوي منتظرين مكافاه منتظرين الموافقه بتاعه الامن يعني. اول اتصال بعد المباراه هنا جه من مين يا كابتن وائل؟ من زوجتي طبعا. من مين؟ من زوجتك انا؟ زوجتي انا يا كابتن. قاعده على اعصابها يا عيني ها؟ طبعا لا بس الحمد لله كانت مبسوطه ان يعني مبسوطه من الروح ومن الاداء بتاعت اللعيبه، انما الحمد لله انت عارف المكسب بيفرح الناس كلها طبعا. مش عايزه كلام مش عايزه كلام. واول اتصال من اداره النادي جه من مين؟ لا ما كلمتش حد من اداره النادي الصراحه. بس هتلاقي المسافر كلهم طبعا بكابتن علاء وبعتوا لنا التحيات والناس زي ما بقول لحضرتك المكسب مفرح طبعًا الناس كلها طبعا. هل بالفعل قررتوا مكافئات بعد المباراه؟ كابتن علاء عبد الصادق قرر صرف مكافاه للاعبين؟ المهندس محمود عمل مكافاه للعيبه سريعه كده، انت عارف بقالنا فتره طويله ما كسبناش بره ملعبنا. صحيح اخر فوز لينا كان ليوبار البطوله اللي فاتت كان وليد سليمان برضه، ويعني اللعيبه الصراحه عشان المجهود والتركيز والشكل كويس اللي ظهر بيه فيستحقوا مكافاه طبعا. بصراحه يستاهلوا كل خير وتستاهلوا كل خير، وهانت يا كابتن وائل، وان شاء الله نبارك في مباراه العوده باذن الله عز وجل. بامر الله يا كابتن ان شاء الله اللعيبه المتعاهده كلها ان البطوله دي تبقى احنا اول فرقه تجيب البطوله دي لمصر ان شاء الله. الف مليون مبروك كابتن وائل، وتحياتي لكل اعضاء البعثه. تراجعين الساعه كام ان شاء الله يا كابتن وائل؟
احنا ان شاء الله يعني في المطار دلوقتي بتاع بعد ساعه كده ان شاء الله هنمشي، يعني هنوصل على المتوقع على الساعه 3 4 الفجر ان شاء الله. اظن الطياره الخاصه كان لها دور كبير جدا في الراحه يا كابتن وائل. والله البلد دي صعبه قوي يا كابتن، يعني هي حوالي 800 كيلو من ياوندي والوصول ليها اصلا صعب جدا. صحيح. يعني الحمد لله طبعا الرحله كانت موفقه الحمد لله، وربنا كملها بالمكسب الحمد لله، يعني كان لابد منها يعني. مبروك يا كابتن وائل، وتقولنا بالف سلامه، وان شاء الله عز وجل ترفعوا الكاس باذن الله.